عبد الله وفاصوليا وحد بيضة نص حمدة. اشكر، تفضل تفضل تعال. طبعا هذه الحلقة ربما هي من أكثر الحلقات قربا لنا جميعا، عينة من الشعب المعاني المكافح. الفرق أنه حتى فترة قريبة كان محاولة أنه الحافظ القرآن لا زال وحده بعيد، ما يشتغل مع الناس، ما يحتك مع الناس. بالعكس، عبد الله من سنوات وهو يشتغل في هذا المطعم، قبل هذا المطعم بالفحم أيضا، وما زال يدرس سواء في المدرسة انتساب لأنه ضروري يشتغل، وإلا في التحفيظ وأيضا في التحفيظ المواصل، وأسرته هو عائلها الوحيد كما ترون هنا في المطعم. لذلك يجب على الجميع أن يفتخر شخص مثل عبد الله، وكما هم يفتخرون فيه جميعا هنا في هذا المطعم وفي التحفيظ وفي المدرسة على السواء. يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. عبد الله عمر من العمال المنضبطين المداومين على أعمالهم يوميا، ما يطيب إلا الأذر، وصادق في أمله، ناصح في كل حاجة، في أمين لا غبار عليه. كان من أول يشتغل والأصالة يروح يتعلم في المسجد، ومن أول كان يذهب له فرصة يروح جامعة الإيمان قبل الأزمة، يروح درس جامعة الإيمان وما يجي الظهر يشتغل، فأنا ما بالله مجال يتألم ويدرس. الناس كلهم يحبوه، الناس كلهم يحبوه، في القرية يحبوه، في هنا يحبوه، أنا إنسان مستقيم، فحاله حال نفسه. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم، وحدنا رب القلوب، وحدنا رب. طبعا بخصوص عبد الله، عبد الله معروف انه يشتغل في المطعم كما شاهدنا في الجزء الاول. المطعم يقدم ثلاث وجبات، وجبة الافطار والغداء والعشاء، لكن عبد الله يشتغل وجبتين فقط، الإفطار، خلصنا الآن الإفطار، ثم بعد ذلك العشاء. ما بين الإفطار والعشاء هي الفترة التي يدرس فيها القرآن، وأيضا يراجع فيها الدروس الأخرى النظامية. الآن عبد الله معنا، سننتقل معه إلى الحلقة القرآنية التي يدرسها مباشرة بعد المطعم. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم، وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم، وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في البداية كنت أشتغل في الفحم، واشتغلت مدة 6 سنوات حوالي وكذا، بعدين انتقلت إلى مدينة الحديدة، اشتغلت في مطعم، إلى الآن الحمد لله ما زلت أشتغل هناك. الشغل يبدأ طبعا من الفجر، من بعد الفجر، وهذه الفترة تستمر إلى الساعة 10، هذه فترة الصباح، يعني فيها طلبات فاصوليا، فول، بيض. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفترة الثانية، هي فترة الغداء، يعني نقدم فيها طلبات دجاج، صيد، ورز، فتة بالموز بالعسل، وهكذا الشغل يستمر إلى ما يقرب الساعة 2:30 تماما أو كذا،
أو أكثر. في البداية درست في مركز الإقراء الحمد لله، يعني دورتين، الدورة الأولى ما يعني استمرت فيها، الدورة الأولى يعني هي تستمر الدورة 4 أشهر، فاستمرت كذا 4 أشهر درست الحمد لله، يعني كان في البداية، بعدين كذا ما وفقت رجعت دورة ثانية فدرست فيها ونلت الحمد لله الإجازة في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا الحمد لله. يعني الأخلاق يعني إن شاء الله يكون موجودة، ما زالت موجودة، والإنسان يعني يحاول مهما يعني ضاقت عليها الظروف أو كذا، يحاول أنه يماشي الناس ويمشي مع الناس وخالطهم كذا ويصبر عليهم، والله سبحانه وتعالى الموفق. كل التربية كل عائد لك أنت. أيوة الحمد لله، أتعلم كثير، تعلم يعني كيف تصبر على الناس، كيف تعيش الناس، كيف يعني هذا تحمله هذا ما تحمله أحد، يعني ظروف، يعني خاصة يعني الشغل المطعم مش تصبر، يعني ما فيش صبر، يعني ما تعرف يعني قيمتك، يعني تعرف قيمتك أنت من نفس، يعني مع الناس ما كذا ما كيف تعيش مع الناس. هذه أيضا جزئية أخرى من يوميات عبد الله، الجلوس مع مدرسين سابقين، الاستماع لهم والنصح والتحفيظ عندهم. طبعا في شيء جميل الآن بدأت أسمعه من الموجودين هنا على السوا، أنه مش شرط أنك تكون موجود على طول في المسجد كما كانت الصورة المعروفة عن حفظ القرآن الكريم أنه 24 ساعة في المسجد، لا، أهم شيء أنك تكون مخلق بأخلاق المسجد، تنفع الناس، تحب الناس، وتخدم أهلك قبل كل شيء. ولذلك عبد الله هنا يحظى باحترام كبير بين كل الموجودين هنا، لأنه يعمل، يحب الناس، يقوم على عائلته، وما زال ملتزم، لم يؤثر فيه أي شيء، وهذا هو الأهم في حافظ القرآن، ألا يكون لوحده ولا منعزل ولا يتفرغ للقرآن وينسى أهله وينسى المجتمع بشكل عام. هذا لم يفعله على الإطلاق عبد الله، كما عرفنا في بداية منذ بداية القصة حتى اللحظة، وسنعرف أيضا لاحقا. في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم، قل يا ربي زدني علما، قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قواعدك.
حولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة. كن من مهدك طالب علم كن من مهدك طالب علم واسأل دوما منه زيادة. قل يا ربي زدني علما. بعد أنا صغير الحمد لله أحب القرآن يعني. كانت أمي الله يرعاها بكل خير أمي هي الدافع الأساسي حفظ القرآن الكريم. أمي يعني كان من أول عندنا يعني في بالنسبة للبيئة بيئة عندنا بيئة يعني ما شاء الله بيئة قرآن عندنا بيئة من زمان يعني. وما شاء الله كبارنا واللي نعرفهم اللي كذا يعني ما شاء الله يحفظوا القرآن أيام الصيف أيام يكونش في دراسة كان يجمعوهم في مكان كان سموه هذا المكان سموه مبرز يعني مقال للناس يعني التخزين أو كذا. لكن الحمد لله في نفس الوقت في نفس الوقت تعليم يعني أيام الدراسة كنت أنا أعرف واحد اسمه الفقي علي الله يرحمه الفقي علي هذا كان ما شاء الله أيام الصيف يملأوا ذا المكان يملأوه ويقرأوا عليه سبحان الله أكثر من 20 واحد أو أكثر أو 25 كذا يتجمعوا أمة يعني ويحفظوا عليها قرآن صغار وكبار وكان يدرس في طبعا يدرس في البيت يدرس في الدكان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. لما كنت من أول في البلاد كنت أجلس اجتمعوا علي أبناء أختي وبناتهم كذا والحمد لله يحفظوا عندي الحمد لله في ثمرة كان يجلسوا يتحفظوا عندي كذا وإلى الآن حتى إلى الآن لما أروح في البلاد إلا كذا يتحفظوا عندي بين أبناء أختي والحمد لله في منهم الآن ما شاء الله من نحفظ 15 وفوق 5 أجزاء وكان الحمد لله في ثمرة إن شاء الله بإذن الله. والآن أحاول أني بقدر الإستطاعة أن أحفز وكذا. الآن الطموح أريد أولا أن أحفظ قراءات السبع هذه أمنياتي أو أولى أمنياتي أن أحفظ قراءات السبع وأن إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم إحنا بأعمال يعني تمام عمل مريح أن شغل مطاعي صراحة ورق جدا تبدو لكن هناك داخل.
تشرب من وحي الرحمن ربك يمنحها شهلا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. في الحقيقة لا يوجد فخر أكبر من أنك تكون عائلة أسرتك ولا ينشغلك عن ذلك أي شيء. تحفيظك في جهة صحيح، دراسة في جهة أيضا هذا صحيح، لكن ظروف اليمن بسبب ما نعرفه جميعا تحتم أن تكون قائم على إعالة أسرتك، وهذا ما فعله بالضبط عبد الله منذ مش سنة ولا خمس ولا حتى عشر، يمكن 12 سنة وهو في مجال العمل. قبل المطعم كان في الفحم كما رأينا، وما زال عبد الله عبد الله نفسه، ذهب كما هو ذهب. بمناسبة الذهب طبعا الحلم لعبد الله الآن أنه يتزوج، إن شاء الله يكون حصل بنت الحلال وقربت، هذا واحد من همه الكبير، وإحنا نقول له مقدما مبروك إن شاء الله. اللي نقدر نسوي لك إن إحنا نبارك لك وندعي لك ونساعدك بشيء بسيط، وهو تكريم من عشاق القرآن، هذه جائزة مع عشاق القرآن، وأيضا مبلغ مالي 100,000 ريال من أسمنت الوحدة. تفضل، مبروك مبروك نقول.